مكونات كلها طبيعية ومتوفرة في جميع الأسواق، وسعرها مناسب بإذن الله لجميع الأشخاص. بتكثف الشعر وبتملى فراغات الرأس، وخصوصا اللي موجودة في المقدمة، وبتقل الشعر وبتديله صحة وحيوية وبتغذيه، مفيدة جدا. تابعوا الفيديو للنهاية وإن شاء الله الوصفة تعجبكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سلام عليكم على كل اللي بيشوفونا، يا رب تكونوا بخير بإذن الله. جايبالكم النهاردة وصفة من أقوى الوصفات وأسهلها وأرخصها كمان في السعر، لتكثيف الشعر وتقوية الشعر، وكمان ملء فراغات الرأس، ملء فراغات الشعر في المقدمة، لأن ده بيسبب إحراج كبير جدا طبعا للأشخاص سواء الرجال والنساء، خاصة النساء. بإذن الله مع الوصفة دي ما فيش اي احراج وما فيش اي كسوف، هنستعمل مكونات طبيعية. اول مكون اساسي عندنا هو الزنجبيل الفريش او الزنجبيل الاخضر. هناخد قطع من الزنجبيل ونقطعها عليه قطع صغيرة، وبعد كده هنفرمها علشان ناخد العصير بتاعها. هنبشرها او ان احنا هنحطها في الخلاط اللي يريحكم. انا بالنسبة لي هفرمها في الخلاط ونحط معاها يعني ايه علشان نجري الخلاط كده او نجري الخليط بتاعنا، ممكن معلقة صغيرة من المية هضربها في الخلاط وهرجع لكم. بس ليه طلب عندكم، لو لسه ما اشتركتوش في القناة ياريت تشتركوا في القناة وتدوسوا على زر الاشتراك الاحمر وتفعلوا الجرس، وياريت لايك للفيديو بالله عليكم فضلا منكم عشان يوصل لاكبر عدد من المتابعين، لان الوصفة مهمة جدا. كده انا فرمت اهو الزنجبيل بتاعي، الزنجبيل الفريش الاخضر، وهصفيه علشان اخد العصير بتاعه. الزنجبيل بقى بيقوي بصيلات الشعر وبينشطها بعد ما كانت كسلانة، اي فراغات في الشعر نتيجة لخمول في البصيلات بقى الزنجبيل بينشطها من تاني، وبترجع تشتغل وبيغذيها وبيجري الدم فيها وبيخليها تنمو من تاني وبتنبت الشعر. كده بقى عندي اهو حوالي معلقتين كبار من الزنجبيل او عصير الزنجبيل. الوصفة ديت هتكفي مرة واحدة، المكونات بتاعتها بتكفي مرة واحدة للاستعمال. المكون التاني عندنا ناخد معلقة كبيرة من زيت جوز الهند، هو بيبقى متكتل بالشكل ده لانه اصلي، طبعا في الشتاء بيبقى جامد اكتر من الصيف. بعد كده معلقة كبيرة من زيت الزيتون البكر، وهنقلبهم كويس جدا، وهناخد معلقة كبيرة من زيت الخروع. زيت الخروع كمان مش بس بيكثف الشعر بيتقله، لكن كمان بيتقل الرموش كمان وبيتقل كمان الحواجب. هنقلبهم كويس جدا. بقى عندي خليط من الزنجبيل، عصير الزنجبيل الفريش وزيت جوز الهند وزيت الزيتون وزيت الخروع، يعني وصفة متكاملة من اروع الوصفات واقواها وارخصها. ازاي بقى هنستعمله؟ هندلك فروة الرأس لمدة 5 دقايق، وبعد كده هنسيب الوصفة ديت على الشعر، الشعر طبعا يكون نضيف، لمدة 2 ساعة، وهنغطي الشعر بشرب او قطعة قماش او البونيه او اي كيس بلاستيك متوفر عندنا، يعني اللي يريحكم واللي متوفر عندكم. الوصفة ديت هنستعملها بعد مرتين في الأسبوع. أول مرة هنستعملها فيها هنشطف شعرنا بالماء الدافئ فقط، والمرة التانية بقى هنغسله بالشامبو وبالبلسم. إن شاء الله في خلال شهر بالكتير هنلاحظ نمو الشعر في الأماكن الفاضية والأماكن الفارغة، وخاصة في مقدمة الرأس، وفي هنلاحظ الشعر الخفيف بقى تقيل، وفي الشعر بقى كله صحة وحيوية ولمعان وبريق ملوش مثيل. وصفة مهمة جدا ومن أرخصها، ياريت تقولوا عليها لأصدقائكم اللي بيعانوا من مشكلة فراغات الشعر. بس كده حبايب قلبي، دي كانت نهاية فيديو النهاردة، يا رب أكون أفدتكم، يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسونيش من صالح دعائكم، وياريت بالله عليكم لايك للفيديو عشان يوصل أكبر عدد من المتابعين، وتشاركوا معايا في الأجر والثواب، لأنها وصفة مهمة جدا ومحتاجها كتير من الأشخاص. أشوف وشكم بخير الفيديو الجاي. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.